الطاقم ككل من إدارة ومربيات، سواء المربيات اللي تخدموا بالنهار أو بالليل، دخلنا في الحجر الصحي من يوم الإعلان عنه من طرف الحكومة المغربية. حتى احنا متواجدين في ظل هذه الجائحة اللي حلت على بلادنا وعلى العالم ككل، لسلامة الأطفال ولسلامتنا ولسلامة العائلات تاعنا اللي خليناهم بدورنا في الديور. ارتأينا باش نبقاو في الحجر الصحي لمدة 20 يوم مقسمة على جوج تاع المجموعات رغم هذا الوباء، فسيرورة العمل مستمرة كيف الأيام العادية. وفي هذا الصدد تنبغي نحيي جميع الأطر اللي تتسهر على الجمعية من الرئيسة فاطمة الزهراء عبد الإله وأعضاء الجمعية والمديرة كذلك، وتنبغي كذلك نقدم تحية إجلال وتقدير وشكر خاص لجميع المربيات بدون استثناء. وفي الأخير تنبغي نقول لكم بقاو في الدار، عافاكم بقاو في الدار. شنو المفرد؟ شنو نديرو في المفرد؟ انتصار؟ النسر يقتني سوف لسات. حسن جدا. يلا يلي غادي نكتبو هنايا الجملة الأولى. يلي غادي نكتبو. كتبو النسر يقتني سوف لسات. أشمن حرف هذا طارق؟ حرفو السين. أش كتلوني يا إخلص؟ أش كتلوني؟ أش كتلوني؟ أش هي هذيك اللي كتلوني؟ سمكة. كنخدم كل ما يتعلق بالدعم والمتابعة الدراسية، وبالرغم من كل الظروف اللي كنمروا منها فالدراسة راها مستمرة عن بعد مع جميع المستويات الدراسية اللي كتواجد بالجمعية. المهمة ديالي هي كنحرص وكنهتم بصحة الأطفال ونوفر لهم كل ما يحتاجون من الأدوية وكل حاجة تتعلق بصحة هاد الأطفال في ظل هاد الظروف اللي كنعيشوها حاليا. بالنسبة للمتابعة الصحية مستمرة كما الأيام العادية. شكرا. احنا متواجدين في مقر الجمعية التزانين الموجودة بمستشفى الحسن الثاني، هنا القاعة رقم 1 اللي متواجدين فيها الأطفال المتخلى عنهم الرضع رغم هذا الوباء اللي حل علينا في بلادنا كوفيد 19. فإن المربيات اللي تشتغلوا بالليل متواجدات في مقر الجمعية، السيدة خديجة تحبوست متواجدة مع مربيات أخريات لديمومة واستمرارية العمل. الأيام العصيبة حنا متواجدين في العمل ديالنا ليلا ونهارا كما الأيام الماضية، وكنتمنى من عند الله تزيل هذا الوباء. ورجاء وطلب مني الأخير هو أنكم تبقوا في ديوركم. الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير.